تحياتي للجميع وإن شاء الله تكونوا سالمين. اليوم راح نحكي عن موضوع كتير مهم وكتير معقد، وهو الدراسة والعمل في بريطانيا. راح أحاول أن يكون الشرح مبسط قدر المستطاع. قبل ما نبدأ لازم نعرف أن النظام البريطاني متجدد وممكن يتغير بين سنة وتانية حسب الاحتياجات. مثلا ممكن يصعبوا فحوصات التعديل أو يسهلوها حسب احتياجاتهم من الأطباء. بتمنى الاشتراك بصفحتي على الفيس ونشر الفيديو حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الزملاء. في البداية رح نحكي عن بنية نظام التعليم الطبي في بريطانيا. لما تكون في بريطانيا وتخلص المرحلة الثانوية ومؤهلاتك تسمح لك تقدم على كلية الطب، بتقوم بالتقديم على العديد من الجامعات وبتعمل مقابلات، وسنويا بتقدم آلاف من الطلاب للجامعات المختلفة، ولكن غالبا بيقبلوا فقط عشرات. مشان هيك بالمرحلة الثانوية انه تاخذ علامات تامة غير كافية، فالطالب لازم يكون عنده سي في ممتازة وعامل عمل تطوعي وعنده اهتمامات مثل الرياضة والفن ويجاوب اسئلة المقابلة بشكل احترافي. دراسة الطب في بريطانيا غالبا 5 سنوات، ما عدا جامعات لندن، كامبريدج، واكسفورد 6 سنوات. لما تخلص كلية الطب بهاي المرحلة تبدأ العمل، وغالبا في المشافي الدولي NHS، ومن هون وصاعدا راح تتقاضى أجر عن عملك. والمرحلة القادمة هي مختلفة تماما عن اللي بيحصل ببلادنا. نحن عنا كنا نخلص كلية الطب وتروح على الاختصاص مباشرة، أما في بريطانيا تخلص كلية الطب لازم تعمل شغلة اسمها Foundation Years اللي هي سنتين FY1، وغالبا بتمشي مع طبيب ثاني تتعلم او بتستلم مهام بسيطة في المشفى، وبعدها بتعمل FY2. بهاي المرحلة بتتحمل مسؤوليات اكبر في المشفى وبيكون راتبك اعلى قليلا. وبعد الانتهاء من مرحلة الفاونديشن هون بتصير تفكر بالاختصاص، وكل اختصاص له طريق خاص فيه. مثلا اذا بدك تصير GP لازم تعمل اختصاص لمدة 3 سنين وبعدها بتصير مباشرة GP. وإذا حابب تعمل أي اختصاص جراحي لازم تعمل Core Surgical Training، واللي هو عبارة عن 2 سنين، وبعدها بتقدم على الاختصاص. وإذا قبلت بالاختصاص لازم تعمل تقريبا 5 سنين اللي هي بيكون مرحلة الريجسترار أو المقيم، وبعدها بتصير أخصائي بعد ما تكمل هاي السنين وتجتاز غالبا فحصين بالاختصاص. طبعا حتى لو عملت Core Surgical Training هذا ما يعني انه راح تاخذ الاختصاص مباشره. مثلا السنه الماضيه كان في 15 مكان للENT، قدموا 300 طبيب كلهم عاملين Core Surgical Training، يعني عمليا من 300 قبلوا بس 14 بكامل بريطانيا. وبعض الاختصاصات الجراحيه اسهل الوصول اليها بما يسمى Run Through، مثل العينيه والجراحه العصبيه والجراحه الصدريه، بحيث عمليا ما بدك تعمل Core Surgical Training لتقدم عليها، بتقدم عليها من البداية. إذا قبلت بتكفي حتى تخلص Registrar وبعدها بتصير Consultant أو استشاري. وبنفس الطريقة التقديم على الباطني لازم تعمل Core Medical Training غالبا لمدة 3 سنين، وبعدها بتقدم على الاختصاص اللي بدك إياه، وبعدها بتروح Registrar أو مقيم وتكفي تقريبا 5 سنين، وبعدها بتصير كونسلتنت او استشاري بالاختصاص اللي انت عملته. وبنفس الطريقه في اختصاصات داخليه ران ثرو مثل السايكاتريك او والاطفال. بضل عندنا اختصاصات التخدير والعنايه المشدده، بدها كور تريننج لمده 2 سنين، وبعدها بتقدم بتصير ريجسترار بتمضي 5-6 سنين، وبعدها بتصير كونسلتنت. والتقسيم هاي المراحل على المشافي يكون عندنا 3 فئات: الجونيور دكتورز غالبا بينقلون SHOs وبيكون رواتبهم بين 1800 و2800 بالشهر صافي هاي بعد الضرائب. بعدها بيصير عندنا الميدل جريد اللي هم غالبا ريجسترارز، والدفع بيكون تقريبا 3800 باوند بالشهر. والمرحلة الأخيرة هي الاستشاري وبيكون تقريبا يتقاضى 5000 باوند بالشهر. إذا كنت مخلص بكالوريا علمي وعامل فحوصات اللغة وعندك CV محترم،
فيك تراسل الجامعات البريطانية حتى تبلش دراسة الطب. أما إذا كنت ماخذ شهادة الطب بدك تدرس أو تشتغل في بريطانيا، فالطريق مختلف قليلاً إذا كنت طبيب عام أو طبيب مختص. على كل حال، أهم شغلتين هي الحصول على الفيزا للقدوم لبريطانيا، والثاني هي الحصول على الجي ام سي ريجستريشن حتى يصير بإمكانك تمارس الطب في بريطانيا. أهم خطوة لما بدك تبدأ الدراسة ببريطانيا لازم تتأكد أنه شهادتك الطب معترف عليها، لأنه في جامعات معينة بريطانيا بتعترف عليها وفي كتير جامعات ما بتعترف على شهادة الطب منها. الخطوة الثانية لازم توثق شهادتك الطب في موقع إيبك، بحيث أنه راح يتواصلوا مع جامعتك ويتأكدوا أن شهادتك حقيقية، وهذا ضروري يكون موجود معك لما تقدم على الجي ام سي. وعمليا بدون الجي ام سي ريجستريشن ما فيك تعمل اي شيء بالبلد، فحتى تحصل على الجي ام سي ريجستريشن لازم تجتاز فحص اللغه اللي هو اما ايلتس بدك 7.5 اوفر اول او او اي تي بدك 4 بيز. وطبعا اغلب الناس بتعمل او اي تي لانه فحص لغه طبي واسهل بالمقارنه مع الايلتس اللي هو فحص لغه عام وكتير صعب. وبعد ما تاخذ شهاده اللغه بحق لك تقدم على البلابس، وهو فحص من جزئين كتابي وأوسكي، وغالبا بيكون سهل وأغلب العالم بتجتازه لأنه بيغطي حالات سريرية عامة. بس نجحت بالبلاب بتقدم فحصك اللغة ونتيجتك في البلاب وبيطلبوا شهادتك الموثقة وبدهم good standing من وزارة الصحة أو من نقابتك، والموضوع بياخد شهر شهرين وبيعطوك GMC registration. بحصولك على الجي ام سي ريجستريشن فيك تعمل كطبيب في بريطانيا. تمام، حاليا انت طبيب عام ومرخص لك بالعمل في بريطانيا. الشيء فيك تساويه هو انه فيك تشتغل بالليفل جونيور دكتورز، تبدا ممكن حتى من FY1 وبعدها تتابع طريقك مثل عادي حتى توصل ريجسترار بالاختصاص اللي انت بدك اياه، وبعدها بتصير كونسلتنت. حاليا رح نناقش اذا كنت انت طبيب اخصائي، يعني مخلص كلية الطب وعامل اختصاص ببلدك، فعندك طريقين للحصول على الجي ام سي ريجستريشن. مثل ما حكينا بدون جي ام سي ريجستريشن ما فيك تعمل اي شيء في هذا البلد. الطريق الاول للحصول على جي ام سي ريجستريشن هو تماما نفس الطريق للطبيب العام، يعني تعمل فحص لغة او اي تي او ايلز وتعمل بلابس وتقدم أوراقك وتحصل على الجي ام سي ريجستريشن. بهذا الوقت فيك تعلم الجي ام سي انه انا عامل اختصاص في بلدي وهنن راح يعترفوا فيه ويقولوا لك فيك تشتغل باختصاصك. والطريقة الثانية للأخصائي هو انه يعمل فحوصات اللغة ويقدم فحوصات الريول كوليج باختصاصه، مثلا الأطفال بيقدم فحوصات الأطفال، والجراحة بيقدم فحوصات جراحة، والإي ان تي بيقدم فحوصات الإي ان تي، وبس ينجح فيهم في قدم على الجي ام سي وبيحصل على الجي ام سي ريجستريشن. تمام، حاليا انت اخصائي وعندك جي ام سي ريجستريشن، فشو فيك تعمل؟ فيك تساوي كأنك طبيب عام وتروح تبدأ من جونيور دكتور وترجع تعمل كل خطوات، وفيك تدخل لنفس اختصاصك او اختصاص جديد حتى توصل كونسلتنت. وطبعا في كتير اطباء بيساووا هيك وغالبا بيتجهوا للجي بي لانه طريقة قصير ومادياتها منيحة. أو إذا ما حابب تروح بهذا الطريق فيك تبلش مباشرة بالميدل جريد وتصير بمستوى الريجسترار، يعني أخصائي تحت استشاري، وبهاي المرحلة فيك تشتغل بشكل مؤقت أو تأخذ عقد دائم. وفي كتير أطباء اختاروا هذا الطريق لأنه سهل ومباشر ومصرياته منيح. كمان فيك تشتغل كاستشاري في بريطانيا باختصاصك، بس عقدك دائما رح يكون مؤقت، ما فيك تأخذ عقد دائم. حتى تاخد عقد دائم باختصاصك لازم تعمل شغلة اسمها سيزر، وسيزر هو عبارة عن نظام كأنك عم تعمل تريننج جديد، بس بدل ما الدولة تنظم لك التريننج وتعمل لك فحوصات، انت راح تنظم التريننج لحالك وتعمل فحوصاتك، ولما تخلص كل شيء بتقدم لتاخد سيزر، واذا اخدته فيك تصير استشاري باختصاصك. وطبعا في عدد من الاطباء السوريين اللي حصلوا هاي المرحلة. بالنهاية بدي نوه انه الفيلوشيب او تحت الاختصاص هو ما اجباري، بس العديد من الاخصائيين بيعملوا فيلوشيب ليحسنوا مهاراتهم بمجال معين وهيك بيحصلوا على عمل افضل.